أدانت قناة يمن شباب استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد مراسليها وطواقمها الصحفيين، والتي كان آخرها تعرض الزميلان ماجد عياش ومحمد عبد الكريم مراسلي القناة في محافظة مأرب يوم أمس الخميس لإصابات في أنحاء متفرقة من جسديهما جراء قذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإيرانية أثناء تغطيتهما للمعارك جنوب المحافظة. وأكدت يمن شباب في بيان أن ممارسات الميليشيا الحوثية لهذه الأساليب القذرة يراد من خلالها التغطية على جرائمها والتعتيم على نقل الحقيقة. وقالت يمن شباب إن هذا الاستهداف الممنهج لن يثنيها وطاقمها عن ممارسة العمل الصحفي، داعية الجميع إلى إدانة هذا العمل الإجرامي والذي يتنافى مع مبادئ الدين والقيم والمبادئ الإنسانية وحرية الصحافة. كما دعت يمن شباب نقابة الصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين وكافة المنظمات الحقوقية والمحلية والدولية إلى الوقوف إلى جانب الصحفيين اليمنيين الذين يتعرضون لأبشع أنواع الانتهاكات والاستهداف المستمر من قبل ميليشيا الحوثي والمصنفة كثاني أسوأ ميليشيا في العالم بعد تنظيم داعش الإرهابي في استهداف الصحافة والصحفيين. يشار إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى التي تستهدف فيها الميليشيا الحوثية الإرهابية مراسلي القناة في الجبهات، فقد تعرض مراسلون لحوادث مشابهة في السابق في تعز ومأرب والضالع وحجة والجوف وصعدة. وتواصل الميليشيا الحوثية احتلال مكتب القناة الرئيسي في صنعاء منذ اقتحامه ونهب كل الأجهزة والمعدات الخاصة بالقناة في مارس من العام 2015. ولتفاصيل أكثر حول آخر المستجدات أو حول مراسلينا في مأرب ينضم إلينا عبر الهاتف محمد عبد الكريم مراسلنا. بداية يعني حمدا لله على سلامتك أنت والزميل ماجد عياش، ونود الإطمئنان مبدئيا عن وضعك الصحي أنت والزميل ماجد عياش. نعم شكرا جزيلا لكم ولجميع الزملاء الذين واسونا في هذا المصاب، حيث حاولت الميليشيا يوم أمس القضاء علينا بعدة قذائف، أصبنا بأحد هذه القذائف إصابات طفيفة شظايا في جميع أنحاء الجسم، وهي محاولة الميليشيا لكتم الحقيقة التي تنقلها يمن شباب عبر شاشتها من جميع الجبهات، من جميع جبهات الدفاع عن الجمهورية، وخصوصا في الأيام الماضية في الجبهات الجنوبية، حيث كثفنا من تغطيتنا ومن نقل الأحداث هناك ونقلنا خسائر الميليشيا التي تتعرض لها في تلك الجبهة. يوم أمس محمد عبد الكريم، نعم دعنا نتحدث يعني عن وضعكما الصحي مبدئيا قبل أن ننتقل إلى الميدان، لكن يعني لو تحدثنا أيضا عن صحة الزميل ماجد عياش وكيف هو وضعه الآن. نعم، وضع الزميل ماجد عياش مستقر، أصيب بعدة شظايا في جميع أنحاء جسده، قرابة 15 شظية وكلها الحمد لله في مناطق بسيطة، والحمد لله والشظايا نستطيع القول أنها مسلمة. أيضا أصبت أنا بعدة شظايا وصحتنا مستقرة، وقد خرجنا من المشفى ليلة أمس حيث دخلنا المشفى وقامت قوة الجيش بإسعافنا إلى مستشفى الهيئة، وتم أخذ التدابير الطبية وقمنا أيضا بعمل الفحوصات اللازمة. رفض الأطباء انتشال الشظايا في أجسادنا لأنهم لا يستطيعون أن ينتشلوها إلا بعد مرور مدة من الزمن حتى تتكيس، لأنه وكما قال الأطباء انتشال الشظايا بعد الإصابة يعرض المصاب لمضاعفات خطيرة. نعم الحمد لله على سلامتكما محمد عبد الكريم وماجد عياش. إذن لو تحدثنا عن تفاصيل ما حدث أثناء قصف الميليشيا الحوثية أثناء تأديتكما لمهامكما كمراسلين في الجبهة، وما الذي جرى بالتحديد؟ يعني قمنا بعمل الفحوصات
قمنا يوم امس بزياره جبهه اليعيرف، وهي احدى الجبهات الملتهبه مع الميليشيا. هذه الجبهه منذ وصولنا اليها كانت المواجهات مصطدمه مع الميليشيا، فدخلنا الى الخطوط الاماميه بسيارتنا. وعند وصولنا الى الجبهه قمنا بارتداء الزي الخاص بالتغطيه وهي والخودات، وعند نزولنا من السياره تفاجانا بطائره مسيره تستهدف سيارتنا، أسقطت إحدى القذائف وانفجرت بجانب السيارة وحصلت الإصابات. وعندما أصبنا حتى جنود الجيش الوطني وقاموا بإسعافنا ونقلنا من مكان الإصابة، لكن نتفاجأ أن الطيران المسير قام بملاصقتنا حتى خرجنا من الجبهة بشكل عام. وهذا يعبر عن إصرار الميليشيا في إسكات صوت الحقيقة وإسكات هذه القناة التي لها دور كبير في نقل الأحداث مع الميليشيا الحوثية في الجبهات الجنوبية وأيضا في الجبهة. نعم محمد، نحن رأينا على وسائل التواصل الاجتماعي البزة التي كنتم ترتدوها التي تقي من الرصاص وعليها يعني آثار شظايا. ربما يعني أنتم سلمتم يعني ولطف الله يعني وقدر، ولم تصابا بأي جروح خطرة نظرا لارتدائكما هذه البزة. ونحن أيضا ننصح المراسلين العسكريين في الميدان بارتدائها. حدثنا أيضا عن ما جرى. نعم، بالنسبة للعزي أو البزات أو الدروع، نحن نقوم بارتدائها دوما ولا نخرج أي جبهة إلا مع أخذ احتياطات السلامة المهنية الخاصة بالصحفيين. والفضل يعود لإدارة القناة التي تسنى بهذه الأدوات والتي تحرص دوما على أن توفر أدوات السلامة لنا في الميدان. بالنسبة للتغذية، سنستمر في التغذية حتى سنستمر في نقل الأحداث. إصابتنا كانت طفيفة، وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف الميليشيا الحوثية فيها استهداف في إحدى المرات في منطقة الكسارة ونجوت من رصاص قناصة. الزميل ماجد عياش أصيب مرتين أثناء تغطية الأحداث في محافظة الجوف، وهذا يأتي ضمن استهداف الميليشيا الكوادر الصحفية العاملة في الميدان. نعم، الحمد لله على سلامتكما. يعني إذن لو ننتقل الآن إلى ميدانيا وعسكريا، كيف هو الوضع في الجبهات في هذه الأثناء؟ نعم، لا زالت المواجهات محتدمة خصوصا في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، حيث استطاعت قوات الجيش الوطني خلال الساعات الماضية كسر هجوم للميليشيا الحوثية على منطقة البقا الشرقي وأيضا في منطقة العيرف، سقوط عشرات القتلى والجرحى من الميليشيا. ايضا تدخل طيران التحالف العربي بعده طائرات واحرق مدرعتين في منطقه اليعيرف، واحرق تعزيزات عسكريه كانت قادمه من منطقه الجديده التابعه لمديريه الجوبه، كما استهدف طيران التحالف العربي ايضا ومدفعيه الجيش الوطني ركزت قصفها على تجمعات في منطقه ام ريش وفي منطقه قرن اللظى في الجبهه الجنوبيه. ايضا دارت معارك مماثله في منطقه الكساره، وهي تاتي من الضغوط التي تستخدمها الميليشيا من عده محاور، لكن دفاعات الجيش الوطني استطاعت ان تكسر ذلك الهجوم في منطقه الكساره ايضا. نعم. نعم، إذن مراسلنا محمد عبد الكريم كنت معنا، شكرا جزيلا لك، والحمد لله على سلامتكما أنت والزميل ماجد عياش مرة أخرى.